تنظيم لقاءات حوارية تجمع أهل الفكر والاختصاص والتجربة إلى جانب المهتمين والمستفيدين بشكل مباشر من الشأن التربوي. وخلال هذه اللقاءات ستتناول كوكبة من الشخصيات المرجعية بالتحليل والنقاش جملة من الإشكاليات المتعلقة بالإصلاح بشكل يمكن من الإحاطة بحيثياتها وتقديم مقترحات لمعالجتها طبقا للضوابط والنظم المتعارف عليها في هذا المجال، وانطلاقا مما يمليه الواقع ويستجيب لروح الإصلاح ومقتضيات تنفيذ القانون التوجيهي. ولتسهيل وتيسير هذه العملية أهدى إلى الشخصيات المرجعية بإعداد ورقة علمية حول كل إشكالية